الإسلامية لا حلول استسلامية. يا عباس ويا هانية، يا عباس ويا هانية، فلسطين أهم قضية، فلسطين أهم قضية. يا هانية ويا عباس، يا هانية ويا عباس. سلامة بسيس والأمين عام المساعد لاتحاد المحامين العرب. احتفلت اليوم نقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب بذكرى النقبة التي حلت على الشعب الفلسطيني ومضى عليها ما يزيد 67 عاما من خلال دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المستقلة الغير قابلة للتفاوض. يجب أن يتم محاكمة هذا الاحتلال الإسرائيلي عما يقوم به من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل، لأنه لا يجوز نحن نعيش القرن 21 وهذا الاحتلال يقوم بالعبث في المواثيق والمعاهدات الدولية ولا يحترمها. نحن في نقابة المحامين الفلسطينيين وفي اتحاد المحامين العرب وفي اتحاد المحامين الدوليين ننسق من أجل محاكمة هذا الاحتلال والذهاب إلى محكمة جنائية الدولية من أجل محاكمته عما يقترفه من جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. مستشار بشير أبو حطب، نائب سفير فلسطين القاهرة. ذكرى النكبة، إحياء هذه الذكرى، يعني إحياء 67 عاما من نضال الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وتمسكه بحقوقه، إصراره على حق العودة، إصراره على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. دور نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب هو دائما دور ريادي لحماية القضايا القومية وإعادة بعث الروح فيها والتأكيد عليها. ستظل قضية فلسطين هي قضية الأمة، ستظل هي في وجدان ووعي الأمة العربية، ستظل هي القضية القومية المركزية للأمة. سنظل دائما متشبثين بحقوقنا حتى تحقيق حلمنا بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إن قضية فلسطين هي أكبر من كل القيادات، وقضية فلسطين باقية والقيادات زائلة. قضية فلسطين منذ 67 عاما وستظل إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني حلمه ويستعيد حقوقه ويعود إلى بلاده.